بدأت القصة عندما وجد عبادة حقيبة يحكى أنها من العصور القديمة، وأن بداخلها شيء غريب لا يقدر بثمن. لكن لم يستطع أحد فتحها إلى هذه اللحظة. مع جميع المحاولات العديدة لسرقتها، برأيكم ماذا يوجد داخل الحقيبة؟ تابعوا القصة. ألو، أكيد عرفني من صوتي. كلمتين ما رح أحكي غيرهم. سلم الشنتاي واطلع برات الموضوع. وإذا قلت لك الشنتاي ما رح تحصل عليها؟ هيك بتكون عم تدخل حالك بشغلات أكبر منك. إذا طلع شي بإيدك لا تقصير. هو اللي جنى على حاله. وانا بعرف شلون اجيب الشنتاي منه. معلم شو قررت تعمل؟ كيف بدنا نجيبها؟ رح نخطف اخته وهي طالعه من المدرسه. اخته خدوج؟ معلم اخته خدوج ما غيرها؟ ايه خدوج ما لنا غير هالطريقه. اسمع شو رح اقول لك. هاي وين راحت؟ لك والله انا ديالك هون وين راحت تنتعي؟ وين راحت تنتعي؟ لك والله انا بعرفها هون. امي؟ امي وين تنتعي؟ امي؟ امي يعني والله انت غريب امريك. امي؟ ما شفتي لي شي جنطاية صنصرية كانت غرفتي هون تحت الدخل ما شفتيها؟ والله انا جنطاية عم تحكي عليها؟ ايه طيب سوداء؟ ها؟ لا يقوم هاي شنطاي كانت تحت تختك؟ يعني انه للطفل عرفته ما بدأ الطفل على طول وسخة خرب بيته من حاله. لسه هاي شنطاي بتحشديها تحت تخته من هالتلفون. شو مستفيدين منها هاي؟ خليني افرقها ولا اعطيها شي شحاوت. شو؟ كبتيها؟ لك شو بتعمل هيك ما تسأليني؟ لك شو بتعمل هيك ما تسأليني؟ هذا اللي صار؟ ايش عرفني؟ بعدين ايش بعرفني انه لازم تحكي يعني؟ ايش قصدت الصالة بشوفها تحت التخت؟ طلعت وفرقتها، يمكن زبان كبها بالحاوية ما بعرف. صار وقت الصلاة. ايه؟ محمد هي هي لبسة أحمر. يلا
يا الله ان شاء الله يكونوا لسه ما فضوا حاويات. الله يكونوا لسه ما فضوا حاويات. الحمد لله رأيته. لو مالي من عياش كان رح يصير فيني. الو رجال التغيينة بسرعة، عرفتني ولا عارفك على حواليك؟ قلت لك لا تعزل حالك، الشطاي ما رح تحصل عليها. مشكلتك تفكيرك على قده. افتح فيديو لقلك. شو بده يفرجيني هاد؟ يا حقيم وصلت معك لهون؟ اذا بدك اختك ترجع على البيت بسرعه رح ابعث لك موقع على الواتساب خلال ساعه، بتجيب الشنطاي وبتجي على الموقع. الله يلعن، الله يلعن. شو العمل؟ شو العمل؟ مالي غيره، مالي غيره اذا ما اتصلت فيه. الو، انت قريب على بيتي شيء؟ ايه قريب. ليش؟ بسرعه هلا تعال تحت بيتي وبخبرك بسرعه. بسرعه بس هناك. يلا يلا جايك 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 فورا بكون عندك. يلا سلام. ايش في؟ ايش القصة؟ اسمع ابو شريك، بدي اعتمد عليك بشغلة كثير مهمة. ايش في؟ رعبتني، خلصني احكي. اسمعني وركز معي منيح. أنا جيت على المنطقة اللي قلتولي عليها والشنطاي معي. ماشي. هي الشنطاي اللي قاليها المعلم؟ ايه؟ هي الشنطاي طيب يا معلم. جيب الشنطاي منه. خلينا نخلص عليها. خلاص لا لا ما بتشد ايدك. خلاص راح اعطيك اياها، راح اعطيك اياها. هذا منه ليش عملت؟ راح اعطيني وانا معاك الجو. بس قصه اخيرا اخيرا حصلت عليها. يلا خدوش، يلا يلا يلا. Let's go!
هذا اللي كنت خايف منه. الشنتاي خسرناها. اخذوا شنتاي مننا. اخذوها. عم شيء غصب عننا هاي، يعني ما كنا متوقعين هيك. ومعهم اسلحة كمان. شو الافادة؟ شو الافادة؟ ما الشنتاي راحت خلص. بس نحن ما راح نسكت يعني اكيد. نرجع الشنتاي ولا شلون؟ كيف راح نرجع الشنتاي؟ ما شفت عددهم؟ مستحيل. بدي ارجع الشنتاي. هلا اذا عملنا خطة ودرسناها منيح اكيد بنرجع الشنطاي. وايش هالخطة بقى؟ ما تفكر انت بشي يعني؟ طول لي بالك. انا عندي خطة بتجنن. ايه واهم شيء انه ناخذ معنا هذا البفل. ايه وايش بدنا نعمل بالبفل هذا؟ رح تفيدنا كثير. بدنا نشغل عليها موسيقى مرعبه، نستغل الموقف ونشلحهم الشنطه. يخرب بيتك على الافكار الجهنميه. لك كيف خطط على بالك؟ بزعل منك ها. ليقوم خلصنا يلا. سيك هيلك كمان. يلا بسرعة يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ولك شبح يخرب بيتك. ايش فيك؟ قوم عمادة. لا قومي. لك الله يرحمك. شوف هذا اللي شفته. جن عفاريت. والله شفتهم بعيوني انا. ابو عمادة روح نام. روح نام. شكلك كبرت وخرفت. جن وعفاريت. تم ناقصنا الجن والعفاريت بس. روح نام. لا بنام ولا بخلي حدا ينام. قدرت تعملها؟ رح حاضر. ما رح نرجع فاضيين. طب يلا روح بيها السريق. حطيت لهم اياها. كمل بقى انت. شنتاي ليش ما فتح شنتاي؟ ايه طولوا بالكم يا شباب، المعلم موجود. شو هالصوت؟ سلام وقول من رب الرحيم. انا بخاف معلم. انا خبرتكم انه المكان مسكون. ايه طولوا بالكم طولوا بالكم. شكله عم بتهيئ لنا. ما في شيء. لك ما في شيء. ما في شيء معلم. الله يخليك. ما في شيء. عم بتهيئ لنا. بركوا بركوا بركوا. شوف
حقني. لا لا تنسونا ما منزلكم، لا تنسونا، لا تنسونا، لا تنسونا، هذا انتو؟ بارك الله صرحت خلاص هيك؟